مساء الخير قناة مسايا، معكم نهاد القناعي. أنا منظمة شركة كوتور. مساء الخير مشاهدينا، اليوم أنا معكم روز عربجي خبيرة التجميل. اليوم كنت مع الاكزيبيشن اللي شايفينه هلا اللي بيختص بالعبايات والازياء العربيه، وخاصه مع ازياء لاتوليب لمدام نرجس الصافي. كنت مهتمه بالمودلز بالميك اب والشعر واطلالتهم. كمان بحب احكي شوي عن اطلاله العارضات اللي اخترناه هون. طبعا اخترنا الميك اب العربي ليناسب الكوفتانز والعبايات اللي كانت عم تنعرض، وكمان طبعا فساتين الاعراس اللي بتناسب الازواق العربيه. كان الميك اب هو سموكي آيز الأسود مع الحمرة الفاتحة، وطبعا اخترنا الشعر كتير سامبل يناسب كل الفساتين، وإن شاء الله ينول أعجابكم العرض والفساتين والميك اب والشعر. مرسي كتير. بمشاركة هذه النخبة الرائعة من مصممي الأزياء المحليين من كل دول الخليج والعالم العربي، وكذلك هذه النخبة المختارة من المصممين العالميين القادمين مباشرة من رومانيا، ستجدون كل جديد وجميل. نرحب بالضيوف الكرام أكيد جميعا، ونشكر حضورهم، متمنين أن نكون قد قدمنا لهم أحدث وأجمل صيحات الموضة. وأكيد بنشكر جميع وسائل الإعلام اللي موجودين الليلة معنا، وأيضا متمنين أن تسمح لهم الفرصة لتغطية هذا الحدث المهم. وشحال
Thank you.
تطل علينا بأجمل طياتها، تحكي لنا قصة عشق بينها وبين أزيائها، لتطفي على أجوائنا سحر الحياة. اكتشفي عالم الموضة مع أحدث صيحاتها بأنامل المصممة غالية الفهد من دار دامة الأفراح، طبعا موجودين بدبي شارع الرقة بناء الرقة. Yeah.
أكيد بدنا نتشكر مصممة الأزياء غالية الفهد من دارة الأفراح. Thank you. Thank you.
حبيت اليوم أعرض شيء يعني جديد. طبعا أنا الشوروم تبعنا لا توليب هوت كوتور، بنعمل القفطان بشكل القفطان المغربي بشكل جديد، وأنا حبيت القفطان المغربي بصراحة لأنه هو يعني حشمة ووقار للمرأة العربية، وكذلك ابتدعت أشياء أو دخلت أشياء اللي هو استخدام خيط الذهب وخيط الفضة الخالصة، واشتغلت بيه كما نحن الليبيين نشتغلوا بيه في الزي التقليدي الرجالي أو النسائي، وكذلك استخدمت الفابرك والأحجار ذات الجودة العالية. وطبعا عندي هدف اليوم حاولت تدمج بين القفطان المغربي وكذلك الزي الليبي أو استخدام أشياء تحاكي الزي الليبي، على أساس في بعض الأزياء من القفطان اليوم يعني عرضناه يعني يمثل يعني أنا سميته الأندلسي، زي الأندلسي أو المغاربي. إن شاء الله نطمح إني نوحد زي إن شاء الله المغاربي أو الليبي والخليجي، ونعمل فوق واحد من بعدها الشامي والليبي أو اللي هو المغاربي، ومن ثم إن شاء الله تصميم ثوب عربي واحد موحد، بحيث إن فيه روح من الشام ومن شمال أفريقيا ومن الخليج العربي، حيث لما ترتديه مثلا السيدة الشامية تحس فيه الروح الشامية، تحس فيه التراث الشامي، كذلك لما ترتديه الليبية أو المغربية أو التونسية نفس الشيء، وكذلك لما ترتديه السيدة الخليجية نفس الشيء. وإن شاء الله ربي يوفقني وإن شاء الله ينال أعجابكم.